طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. قبل يومين يعني فجعت مدينة الموصل وفجع العراقيون بغرق العبارة في الجزيرة السياحية في مدينة الموصل. يعني في آخر إحصائية وصل عدد القتلى إلى نحو 120 مدني، أغلبهم من النساء والأطفال. كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، فاجعة بكل ما تعنيه الكلمة. صراحة الحزن يعني يعصر القلوب على هذه الحادثة الأليمة، والأصابع أصابع المواطنين يتهمون الحكومة المحلية والحكومة المركزية والجهات المختصة بالتقصير والتسبب بهذه الحادثة الأليمة. هذه الحادثة يعني العبارة، كما تم يعني التناقل والحديث بأن العبارة ما يزيد ركابها عن 50 شخص، ولكن الطمع والجشع يعني أدى إلى هذه العبارة أن تحمل أكثر من 200 شخص، ما أدى إلى انقلاب هذه العبارة وغرق الناس، وكما شاهدنا في الصور وفي مقاطع الفيديو. خلونا في البداية نستمع إلى التقرير اللي أعدته قناة الرافدين حول هذه الفاجعة الأليمة. أم الربيعين تطوي أول أيام الربيع على وقع فاجعة ما كانت لتكون بتفاصيلها المأساوية لو لم تكن في العراق الجديد. 100 شخص ويزيد محمولون على ظهر عبارة صغيرة لا تكفي 50 شخصا تقطع عباب نهر دجلة، فتنقلب بمن فيها على مرأى الجميع. ولك أن تتخيل المشهد، نداءات استغاثة صراخا وعويلا، أمهات يحتضن أطفالهن ورجال يضربون في الماء عبثا، لا طائرات إنقاذ ولا فرق دفاع مدربة، لا وزير ولا مسؤول يحركه الضمير لاستدراك الفاجعة. فقضي الأمر على وفاة نحو 100 شخص تأكد مصرعهم، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما آخرون لا يزال مصيرهم مجهولا، ولعلهم في هذه اللحظات لحقوا بمن سبقهم. تمر الحادثة بشكل شبه طبيعي على الحكومة، كلمات رثاء نمطية وقليل من الحزن المصطنع، ولا عجب من ذلك، فهؤلاء الضحايا هم أبناء مدينة أبيد عشرات الآلاف من سكانها بنيران الحكومة وميليشياتها والداعمين لها، ولم يرف لهم جفن عين. تأويلات كثيرة وكلام طويل قيل عن أسباب الحادثة، فالبعض يعزوها إلى أن العبارة كانت تحمل أعداداً فوق طاقتها. والسؤال هنا، من يملك تلك العبارات ويستثمرها ليدفعه الجشع إلى حشر كل هذه الأعداد في داخلها؟ أما الجواب يترك للميليشيات التي تدير الجزيرة السياحية في الموصل وتستثمر العبارات في تلك المنطقة. تأويل آخر يعزو سبب ارتفاع عدد القتلى إلى غياب وسائل الإنقاذ الحديثة وفرق التدخل السريع، وهذا يدين المسؤولين عن إدارة محافظة نينوى ومن ورائهم حكومة بغداد. فهل كان الغياب أو حتى التأخير متعمداً؟
حوادث غرق الزوارق المطاطية التي يستقلها المهاجرون من أوطانهم عبر البحار والمحيطات شاهدها العالم وعرف أن أسبابها وجود مهربين متاجرين بأرواح الناس ومأساتهم. فماذا يا ترى سيقول العالم عن ضحايا فاجعة الموصل الذين قضوا غرباء عن أوطانهم وإن كانوا داخل حدوده؟ يعني كوارث الموصل، المدينة اللي عانت وما زالت تعاني من الدمار والخراب، هناك ما زالت جثث مدفونة تحت الأنقاض ما زالت موجودة، أكثر من 40,000 مدني قتلوا في المعركة اللي حثت في الموصل بين داعش وبين القوات الحكومية وقوات التحالف. يعني يبدو أن هذه المدينة تأبى إلا وأن يعني الكوارث تأتيها من كل حدب ومن كل صوب. طبعا المنظمة العالمية لحقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق حول أسباب فاجعة غرق العبارة في الموصل، وأكدت المنظمة العالمية أنه قبل 3 أيام وصل إشعار رسمي من وزارة الموارد المائية تحذر فيه من ارتفاع منسوب النهر بسبب ضخ المياه من سد الموصل، وهذا دليل قاطع على أنه الطمع اللي تحدثنا عنه في بداية الحلقة، وكما جاء في التقرير بأنه الميليشيات هي التي تسيطر على هذه الجزيرة، وارد وفلوس، فما يهم المقاول اللي ماخذها يركبون بها 200 يركبون بها 300 يموتون ما يموتون، أهم شيء هو يعني فلوسه تزيد على حساب وبراس الناس الأبرياء والأطفال والنساء. هذا الفساد اللي في العراق اللي يضرب البلد منذ 16 سنة، هذا نتائج يوميا احنا مع الأسف. يعني دائما نقول احنا نريد فد يوم نطلع نشوف انه فد اكو انجاز، انه هناك فد تحقيق على كافة الأصعدة الاجتماعية الاقتصادية السياسية، ولكن لا يرتجى من هؤلاء صراحة، لا يرتجى من هؤلاء الحكومة والمسؤولين. ومحافظ نينوى وما شاء الله عليه طلع انه يضحك، محافظ نينوى، يعني هذا المحافظ الذي أثار وما زال يثير الكثير من الجدل، ما أعرف مرة يطلع ويا المتظاهرين قبل ما تصير أحداث الموصل، يطلع على منصات التظاهرات ويخطب ضد الحكومة، شو بعدين صار الأستاذ صار محافظ، ما أعرف ضد الحكومة ويا الحكومة، والله يعجبون العجب. بالله خلينا نشوف المقطع اللي السيد المحافظ نوفل العاقوب يضحك به وهو في الطب العدلي في الموصل. خلونا نشوف هذا المقطع. نعم طه، بدنا نشوف الصورة، السيد المحافظ يعني وزع ابتسامات هنا وهنا، يعني المفروض تكون هناك يعني احترام للميتين، احترام لذوي الضحايا، مو لهالدرجة. يعني أنت مرة تطلع لنا ترزل بالمعلم وكأنك أنت مدير مدرسة وهو طالب، وحتى كلام منطق ما تعرف تتكلم به، يعني كلام موزون بمنصب محافظ وزير ما يعرف يسولف، كأنه ما عرف منين جاي. على كل حال ما يعني هذا الرجل أثار ويثير الكثير من الجدل بتصرفاته، يعني المحافظة منهوبة، المحافظة مسلوبة، فقط احنا نحصل تصريحات من هذا الشخص او من غيره من المحافظين صراحة، مو بس هو، يعني كل المحافظين كل المسؤولين اللي موجودين فقط تصريحات نسمع من عندهم، ولكن على الأرض لا يوجد اي شيء، والمواطن هو اللي دا يدفع هذه الضريبة، ضريبة فسادهم. يعني إلى متى هذه، يعني ضمير؟ لا يوجد ضمير، لا توجد إنسانية، مو لهالدرجة. يعني على الأقل أنه أنت تصنع أنه أنت في حالة حزن، أكثر من 120 أغلبهم أطفال ونساء غرقانين، أنت المحافظ مالتهم، أنت مسؤولهم، تيجي والله توزع ابتسامات وتضحك، يعني شيء ما معقول. خلونا نشوف بالله المقطع الآخر، رئيس الجمهورية برهم صالح يعني راح يزور الجزيرة السياحية وتم طرده من الجزيرة، والناس غاضبة جدا على المسؤولين. بالمقطع هم راح نشوف آخر شيء أنه نوفل العاقوب راكب سيارته ويسوق بسيارته ويتم ضربه من قبل المتظاهرين، وبعد فوق هذا قام بدهس 3 متظاهرين وأصيبوا.
يعني ثلاث متظاهرين أصابهم نوفل عقوب، هذا المحافظ مالتهم اللي على أساس يحافظ على حياتهم، دهسهم بسيارته. خلونا نشوف برا المقطع كاملة. اترك اللافتة وحاسبهم. هدف قدام السيارة، قدام السيارة، قدام السيارة. شباب الموصل الغاضبين يحاولون ايقاف موكب رئيس الجمهوريه واعتداء عليه. نعم، طبعا أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير تكرار الانتهاكات التي يمارسها محافظ نينوى نوفل العقوب بحق صحفي المحافظة، وآخرها قيام موكبه بدهس عدد من الإعلاميين أثناء تغطية تظاهرة لذوي ضحايا العبارة. معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. أم أزهار تسمعيني؟ أي أحيي وأحييك وحيي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة والفاجعة وعزي عزي مدينة الموصل الهدباء بالفاجعة هاي العظيمة اللي صارت، اللي بكت الجميع، اللي عنده ضمير فقط، واللي ما عنده ضمير ضاع الوطن يضحك، مثل ما طلع العقود ومثل ما طلع صالح ومثل ما طلع بعض المسؤولين متونسين. عساهم ان شاء الله هم بالورق، عساهم هم بالموت ان شاء الله. واحنا ما نريد بس حالة العقود، نريد يطلعوه قدامنا هالحرامية. هم كلهم حرامية. هو من يقول بس طلعوا على عن التقاعد، شنو التقاعد؟ يرد لحبس كذا. هي هاي الصورة مدبرة على أهل الموصل، أهل الموصل، أهل القوى، واللي قاوموا هذول الحصالات اللي اجونا، هذول قاوموا البلد اللي هو المقاوم، هو الشجاع اللي أدى كل واجباته تجاه هذا الوقت. نعم. هم الحصالات اللي اجونا هذول كلهم عصابات. احنا نطالب بالشعب واللي عنده ضمير واللي عنده مسؤولية واللي عنده شوية حب للوطن، نطالب بإقالة صالح رئيس الجمهورية وعادل عبد المهدي. طلع يضحك، شفته ويا أبو هذا تركيا مبتسم، أبو تركيا أو أبو شو يسمونه، لا مو تركيا، حتى هم والله راح من بالي. طلع هو ذاك مبتسم مقهور حزين، هو مبتسم يطلع. اذا هم كلهم عملاء، هم عملاء اجوا الى اذا من المسؤول برايك عن غرق ذولا الابرياء اللي راحوا بالموصل؟ المسؤولين هم المسؤولين هم هم المسؤولين هم هم اللي هم يعرفون انه هاي يعني الحموله اللي شالها هذا ابو شو
يسموها العبارة. هواية العبارة هواية، يعني هو هي المفروض إلها وزن معين وإلها لازم عناية معينة وإلها فشي، بس هم الطمع كتلهم والطمع كتلهم. وهم عندهم خبر إنه قبل يومين قالوا إنه أكو يعني جاي مي قوي من السدة ما أدري من نهر دجلة يعني أدي إلى موت كلمة. فالمفروض يمنعون هاي الشغلة، السياحة المفروض يمنعوها. إيه فهو صاروا متعمدين إلى هاي الشغلة، والله العظيم متعمدين. وأنا أنا أستنكر هذول الرؤساء اللي يحكمونا، وعساهم إن شاء الله كلهم في حطب جهنم. كل فلوس اللي يأخذوا من الشعب العراقي على دماء العراقيين في حطب نار جهنم، ونقل على كل من اللي واللي أيدهم. وأنا أشكرك. أم أزهار من بغداد كانت معنا اتصال. أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني ما نقول بفاجعة الموصل إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسب الغرقة وشهداء إن شاء الله. الموصل مو غريب عليها القتل، سواء كان العمد أو عن خطأ. هذه العبارة يقول أنه عن يعني عن خطأ حدث، أنه أحد الأشخاص هو اللي حمل زيادة وبالأخير ما تحملت الوزن انقلبت واستشهدوا العراقيين. لا هو هذا مو يعني مو عن قصد، هذا قصد. عندما لا تكون هناك رقابة على هذه الأمور الترفيهية في الموصل فهذا عن قصد عمد. لا. عندما يكون الزمام ثالث في الموصل هذا عن قصد عمد. عندما لا يكون على ضفة النهر وفي مدينة الكوت السياحية لا يكون هناك خفر سواحل موجود لإنقاذ الأشخاص. نعم. واللي هم نجادات أبو علي مدرية. نجادات هاي موضوع يعني أبسط منه ماكو، بأفقر الدول نجادة إيش قد تكلفتها؟ ما حد يصعد بقارب ولا عبارة إذا ما يلبس نجادة. هذا عن عمد يا أخي الكريم. هو هذا عن قصد عمد. إذا كل هذه الأمور ما موجودة هو هذا عن قصد عمد. يعني إحنا جاي النيروز، عيد النيروز، أو أنه هذا الاحتفال بيوم الربيع أو غير الاحتفال. هذا اليوم أساساً الناس وين تروح؟ يا أما تروح للبر وما ينظفون يعني الأماكن الترفيهية ما ينظفونها من الألغام حتى الناس تثور عليها ألغام، أو أنه يروحون للنهر ويروحون للشط يشوفوا يعني الناس تستانس يعني طلعت من هذا الجو المأساوي. وهذا يوم فرح وعيد يوم 21 فطلعت. فهم المفروض الدولة أنت أساساً المسؤول عن هذه المنطقة السياحية، يعني ماكو أحد يعني يوفر هذه الأمور للناس. فهذه إذا ما توفرت أخي الكريم مو أنه يعني ماكو ميزانية أو ماكو عدالة، لا هذا عن قصد عمد. يعني أي واحد لو طاح بالنهر وزلق هذا المفروض الموجودة ناس الأول الشرطة النهرية موجودة تنقذ. هذا يعني أبسط الأمور. زين هذا قصد عمد منين جاء؟ جاء من الفساد الموجود، يعني اللي هو يعني موجود بالأساس بالحكومة وبعدين انتشر بين الأشخاص. من يجيك العقوب الآن، هذه سالفة العقوب صارت من حوالي شهر. أسباب العداء مو أنه المصلحة، يعني لو موجودة هذه الناس اللي تريد من العقوب وتعاجي وهذا مفسد وغيرها والله لو 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 أنه قصدهم مصلحة البلد أو مصلحة هذه المحافظة كان الواحد يقول والله لازم تعاقبونه. لا بس هذه المقاولات راحت، هو مسيطر على كل شيء. نعم. فهم رد يعاقبونه لا أكثر ولا أقل. وبالأخير هل يتعاقب؟ والله أخي الكريم لو ظن أنه يتعاقب كان ما سوى هذا الشيء. لكن المجرم إذا يعني إذا أمن العقاب، أمن من العقاب يعني هذا. نعم. معروف أنه بالعراق يجي الوزير ويطلع ما حد يقول لي ليش بقيت. ما يعني أنت يعني عذرا هذا الكلام، أنت مسؤول عن مثلا نفرض عن شغلة واحدة، من طلعت أنا المفروض من أجي وراك أدقق على شغلة، إذا لقيت بحشاك أنت من الفساد لازم أحاسبك. نعم. لا هو إذا طلع خلاص ما حد يحاسبني، لأن يحاسبني أكو ناس وراي تضغط ظهري. زين أبو علي، أبو علي أبو علي إذا تسمح لي يعني. نعم.
يعني برهم صالح رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، اجوا على هذه الفاجعة. طبعا هذا يعني اقل ما يفعلونه. زين الموصل صار لها شقد تعاني وما بنى بها طابوقه من قبل الحكومه، ليش ما بديش الفتره اجوا زاروا الموصل وشافوها ايش محتاجه، ايش بيها ما بيها؟ كل هاي صار لهم 6 اشهر هم من مستلمين مناصب، اكثر عفوا من 6 اشهر. ليش ما اجوا زاروا الموصل؟ زين نوفل العاقوب ليش ما راح للجزيره وشاف ايش بيها ما بيها بهاي الاحتفالات، ايش محتاجين؟ لو بس يعرف هذا يصور بنفسه، ده يسوي لنفسه ميديا وينشر على بروباغندا وينشر على 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 منصات التواصل الاجتماعي على اساس انه الناس واقفين والله بالحار، ويجي مثلا يدخلهم لو يطلع الموظفين برا حتى يخلصوا معاملات، يعني كلها بروباغندا حتى يسوي لنفسه دعايه. هسه ذكر الموصل، شوف اخو الكريم، هو انا تموت الناس انا اجي ازورك، هم هذا طريقتهم. نعم. حتى والله شوفت رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إجا من صارت هذه الفاجعة. طيب أنت يا أخي ليش تنتظر الفاجعة تصير؟ أنت أنطين التسهيلات، أنطين الأمور حتى فاجعة ما تصير. بحن مصيبتنا يا أخي كريم، ماكو أحد يحافظ على الأرواح. طبعاً بالمناسبة بالمناسبة 30% كما كشفت مصادر، 30% من استثمار هذه الجزيرة عاد إلى ميليشيا العصاب. هذا أكيد. نعم. هذا اكيد اخي الكريم، وانا يعني شفت بالسوشيال ميديا بعض التعليقات، طبعا ما محسوبين على العراقيين، انا متاكد انهم هذول ما عندهم اصول عراقيه، يعني قاموا فرحوا بهذا، يقول هذا مثل ما يسمونها بالعراقيين هذا بخت الحشد اللي اساسا انتم ما راضين عليه، شوف الله سوى بيكم. طيب الحشد هو اساسا من جاي؟ جاي لو يبوك لو يسلب لو ينهب، من جاي؟ شو يسوي؟ يعني الموصل قبل من كانت القاعده ما حد دافع عنها، كانت القاعده تكتب بالعراقي، ما حد دافع عنها. اليوم جيتوا انتم تدافعون عن الموصل؟ لا والله هذا مو شيء موجود. واخي الكريم هم من اجوا، يعني اسمح لي اتكلم بهذا الموضوع. انه غير لائق صراحه، غير لائق انه يعامل رئيس جمهوريه او رئيس رئيس وزراء بهذا الامر من قبل المواطنين. لكن نعطيهم حقهم بهذا التصرف، معناه تصرف خطا حقهم، لانه انتم اجيتوا بوقت انا تاير دمي وانت جاي مرتاح وجاي هسه تشوفني، لما اموت تشوفني، لما اندفن تشوفني، لما ابقي يعني شخص يعني يفقد زوجته واولاده ويظل بس هو بالدنيا. نعم. بعد المنظار. انا اشكرك ابو علي، انا اشكرك ابو علي من واسط، كان معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. أخي عمر، هذه فاجعة ومصيبة كبيرة. أنت الآن أخوي أنت ذكرت قصة النجادات. أنا أعيش في لندن، في مركز لندن، في وسط لندن، في بحيرة صغيرة أخي عمر. نعم. بحيرة صغيرة إلى ممكن يعني ما يصير متر تقريبا، يعني عندما الأطفال والنساء والناس يركبون القوارب الترفيهية لابد يعني يجبرون أن يركبوا أن يلبسوا النجادات، لازم يعني شرط إنك ما تركب القارب إلا وأنت تلبس النجادة. يعني الآن أوكي إذا كان القارب لا يتحمل هذا الوزن، لكن أين العقل، أين مخ المسؤولين أو الموظفين الذين يشتغلون هناك في الجزيرة السياحية، أين مخهم أن يلبسوا هذا الأطفال والنساء النجادات؟ لماذا يعني أي ليش هذا الإهمال؟ ما في مخ يعني؟ نعم. ليش ما ياخذ الاحتياط؟ وهل يكلف يعني؟ لا يكلف ولا شيء. لكن اخي عندما تقرا الموروث الاسلامي، يعني عندما تقرا سيره الاسلام، الموروث الاسلامي، الصحابه، يعني ياتي هم، نعيد ونكرر، يطلع همام حمودي يعني ما يستحي صوره وصوت يقول الحريه التي انتم فيها. نعم. هي هاي الحريه. اي نعم، هذه الحريه، اغرقوا موتوا، هي هاي الحرية. إيه أنا يعني قصدي ما يستحي. نعم. ما يغزل، والناس يعني يقول أي حرية؟ يعني أنتم دمرتوا البلد، يعني دمرتوا، أين المسؤول، أين المسؤولين يعني؟ ويقول ويطلعون صورة وصوت يقول كلنا فاسدون، ويخرون بالفساد ويسرقون المليارات، وهذا الشعب المظلوم، المهجرين والناس. ومن هناك يأتي يعني قائد من أحد الشياد المجرمة قيس الخزعلي، يعني يجب أن يعاقب قيس الخزعلي، يعني يطلع تصريحات يقول هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. يعني كل هالمصائب، كل هالقتل والتشريد،
ولسه أنت تحرض على الفتنة والقتل؟ يعني أين الناس الذين يقولون لخيس الخزعلي تعال أنت، يعني إلى متى دم العراقي هكذا؟ يعني أنت تتعامل مع الصفويين الإيرانيين وتبيح الدم العراقي إلى متى؟ ويعني هل موصل إيش تبونه؟ ميليشيا، ميليشيا وحدة لها 30% حصة باستثمار هذه الجزيرة، زين مو جهاد كفائي على أساس خلصوا الناس من داعش؟ شعدهم مكاتب اقتصادية وجايين فاتحين مقاولات وأعمال إذا هو بس جهاد كفائي؟ أخي عمر، هم لا يهمهم إلا سرقة خيرات العراق، وهذا برنامج من القتل والتجريد والتحريض على الفتنة الطائفية، هذه برنامجهم، ولا ما يهمهم الناس، هم يعني فقط يعني قتل تشريد والفتنة الطائفية. ما يعني ايش سووا للعراق؟ يعني ايش سووا للعراقيين؟ ما سووا ولا شيء. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن، كان معنا اتصال أم محمد من سليمانية. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلامي. أهلا وسهلا بيك. سلام لحضرتك والقناة الرافدين وكادرها. أهلا وسهلا. ونعز أهالي الموصل، ونعزيكم ونعز أنفسنا. وإن الله وإن إليه راجعون. أستاذ عمر، هي مو جديدة على شعب العراقي غرق الموصل. قبلها هم سووا مال جسر الأمة، يوم القلارهم جدكم سيارة مفخخة والناس شيتت بالشط وغرقت زين على جسر الأمة بضبط الزيارات. هم يا يوم المكتلوا الشعب أستاذ عمر. نعم. والله يساعد أهالي الموصل، أويلي على هاي الأطفال وعلى هذا النساء وعلى هاي الشباب الراحات. والله العظيم ما كانه هو مصابنا، احنا كل العراقيين اليوم مصابنا مو بس واحد. نعم. بس احنا دم العراقيين عند الحكومة هو رخيص استاذ عمر. نعم. الحكومة دمها رخيص، يعني انت احسن ما رحتوا زين اسوي جسر يعبر على هاي السياحية، ليش يعني هاي الاهمال مال اللي نعم خليت الناس تغرق بهاي العبرة؟ ليش هيك هرقت خليتوا زين؟ ليش خلي الناس تعيد، خلي الناس فرحانة؟ إذا متى يظل الشعب العراقي ينزف دماء؟ إذا متى يعني يخلون هذا الشعب المقرود المسكين كل يوم عندهم تعازي؟ نعم. هي مو اليوم فاتت عليهم أستاذ عمر. ألو. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشكرك أم محمد من سليمانية كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم الجديد اعزائي المشاهدين. طبعا احنا شفنا المقاطع وشفنا الصور، ما شفنا فرق انقاذ كانت متواجده في لحظه غرق العباره قامت بانقاذ الناس. اللي انقذ الناس بعض الغرقة هو بعض المدنيين، هم بعض المدنيين، جهود من المدنيين شيتوا بالشط، اللي قدروا يطلعوه واللي غرق الله يرحمه. هذا إذا دل على شيء دل على أنه يعني حياة الإنسان العراقي بالنسبة للحكومة المحلية بالنسبة للحكومة المركزية لا تشكل أي فارق عندها، مو مهم روح الإنسان. خلينا نشوف بالله بعض تصريحات اللي استطاعوا من إنقاذ بعض الغرقى في فاجعة عبارة الموصل. خلونا نشوف. احنا يومين نطلع غرقى ميتين، بس طلعنا الحمد لله الناس اللي عاشوا طلعناهم موجودين هسه بالمستشفيات. هسه شعرت بالمستشفى؟ هسه تريد نقلب هاي الدوباك وجثث جواته، هاي الدوباك وجثث عاصيه جواته، صارت مثل القفص عليهم. اكو يجوز، بس وين الامكانيات؟ انزل البطن مال هروب هذا قدرت عليه ثلاثه، بس غير اكو امكانيات دوله او امكانيات محافظه تنزل يجيبون غواصين، بس يجيبوننا معدات، كش احنا برواحنا، بس يجيبوننا ابطاله، بس ننزل بيه.
أكثر الغرقانين كانوا أطفال؟ والله أطفال ونساء عمي ناس جايين يحتفلون بعيد الأم رجعوا بلا أمهات بلا هم ولا أمهات عمي والله بزعل كافي ذبح مؤلمة والله مؤلمة قال جايين دا يحتفلون بعيد الأم رجعوا بدون أم وانفقدوا هم خلونا نشوف طفل آخر يتحدث عن فقدانه لوالدته ولأخته بفاجعة حادثة العبارة في الموصل خلونا نشوف هي طلعت حتى يعني الصبح بواسطني قال يلا بايدة روحنا وصل ما نعرف ليه الساعة 9 إنها هي ماتت أختي جوري مفقودة والمرأة أخواتي انفقدوا أم ساسي لا اثنين لقيناهم والأخوهم انفقدوهم بعدين جينا على المستشفى لقيناهم هوني ماتوا الله يرحمهم الله يرحمهم يرحم جميع نحسب الله عز وجل نسأل الله أن يحتسبهم من الشهداء آمين يا رب العالمين معنا اتصال أم عبد الله من بغداد تفضلي أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لحضرتك وإلى قناتك الشريف ولك العراق الشريف أستاذ إحنا يعني شبعنا من القهر ومن الألم اللي دي يصير لشعبنا العراقي يعني كم كارثة من 2003 إلى الآن هسه آخر كارثة وبعد كوارث أخرى ترى كل والله كلها بفعل فاعل إذا يعرفون إنه الأفلام اللي موجودة بالكاميرات والله العظيم إنه حادثة العبارة هي بفعل فاعل إجا واحد قطع الحبل وانهزم وموجودة على الفيديو الفيديوهات على اليوتيوب كلها موجودة هاي الأفلام زين إحنا يعني إلى متى إحنا صابين على هذا الوضع ليش شعبنا دي يروح زين أبو علي يقول للواسط إنه ما يصير إنه يعامل الرئيس الجمهورية من قبل العراقيين بهذا الوضع والله العظيم ترى هم أهل الموصل هواية يعني قصروا برئيس الوزراء أو بالمحافظ المفروض يلزمون يقطعون قطع لأنه الدولة اللي ما تحترم أبنائها لازم ما يحترمون الدولة زين إحنا شو نسوي بالاجتماع السلطات الثلاثة الحلبوسي ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على أساس إنه يقومون بعملية تعويض بس هي الحياة إنه تعوض بالفلوس هاي مشكلة أرواح يعني سبايكر 1700 شخص وين راحوا من اللي قتلهم ليش المجرم طليق ليش هنا كارثة الموصل للمجرمين طلقاء إحنا نطالب كسنة إحنا مع الاعتذار للشيعة إحنا متواصلين مع الشيعة ومع أخواننا وكلنا ماخذين من عندهم وهم ماخذين من عندنا هذا ما راح يؤدي إلى قطع العلاقة بين السنة والشيعة إحنا نريد إقليم سني ليش نريد إقليم سني نريد نطلع كل العناصر المبعثرة اللي موجودة في المحافظات السنية من يحكم الإقليم أهلها من نوفل العقوب لا أهلها هم يصورون انتخابات كل المحافظات السنية وأكو لهم ميزانية خاصة لازم تكون متساوية لأنه إذا إحنا رح نبقى رح نهدر يعني كان أخذوا حق المتظاهرين في البصرة زين أم عبد الله أخذوا حق أهل النزف اللي كتبوه في الحار نعم أم عبد الله أنا أشكرك أم عبد الله معنا اتصالات ورسائل على الواتساب إحنا محافظ وعنده صلاحيات وزير ما قدر يمشي أمور محافظته ده حتى نسوي إقليم من يلزم الإقليم من الأمريكان يخلون واحد وطني شريف قائد حقيقي يمسك هذا الإقليم إلى متى إحنا صارنا من عام 2003 والله العظيم ما يلزم منصب أصغر مسؤول إذا ما يرضون عليه الكبارية ومن الكبارية اللي جابوهم الأمريكان واللي جابوهم الإيرانيين خلونا نكون يعني بالوعي أعلى وأعلى هذا مو حل احنا عندنا محافظة صار لها كم سنة من طلعت من الحرب طابوقة ما انبنت بيها والموت بيها يوميا محافظ ما يقدر يسوي شيء هو مسلوب الإرادة هو ما يريد يقدم هو جاي فقط ليسرق اما انه احنا على هذه الفاجعة والله تعال نسوي اقليم وبعد يوم سوينا اقليم منه راح يتركنا يعني الحكومة المركزية مثلا راح تقول لك روح انت
استخرج نفط وسوي قوات جيش وشرطة، ماكو هيك حكي. الأمر من الجذر، من الدستور اللي تأسس، ومن الاحتلال اللي أسس هذه الحكومة وأسس هذه العملية السياسية. فالمسألة كبيرة، ما راح تنحل بإقليم ولا تنحل مثلا بصيغة معينة، لازم دولة كلهم ينشالون من الدستور مالتهم، من الشخصيات اللي جت مع الدبابة الأمريكية، حتى يوضع حل، حتى يوضع حل للبلد. أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا رئيس الوزراء على أساس أنه وجه رسالة إلى رئاسة مجلس النواب طالبة فيها البرلمان بإقالة محافظ نينوى نوفل العقوب ونائبيه. خلينا نشوف أنتوا إحنا عايشين إن شاء الله، هل يقال نوفل العقوب؟ وإذا قيل نوفل العقوب إيش راح يصير مثلا؟ على كل حال خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول الميليشيات تقتل الناس وبعدها يقولون داعش، يقول هم داعش وهم المجرمون وهم عصابات تابعة للخزعلي ولمقتدى ولهادي العامري. رسالة يعني أرجوكم أعزائي المشاهدين، أعزائي المرسلين الرسائل، رسائل طويلة ما نقدر، راح نقرأ منها شوية. يعني أخي العزيز، بالنسبة لكارثة عبارة الموصل، سؤالي هو ما الفرق بين الجهات المختصة المسؤولة هناك في الموصل وبين تجار البشر والمجرمين الذين تاجروا بأرواح الأبرياء في الهجرة الجماعية عندما حصلت من العراق لأوروبا التي بدأت انطلاقتها من تركيا التي كانت بعلم الدولة وكانت تديرها المافيات؟ رسالة يقول أخي هو العداء لأهل الموصل ليس بجديد، أين التحقيق بدخول داعش للموصل؟ الآن هي سبايكر الموصل. ثانيا ما هو دور المرجعية عندما شكلت الحشد وما فعله من سرقات وقتل وأخذ خاوات من البسطات ومن المرافق السياحية؟ أبو همام من بغداد يقول أخي بعد فترة راح يتبين أنه العصائب هم وراء هاي الفاجعة، لأن أصلا عندهم فتوى الخزعلي بقتل وحرق وهدم وغرق وإغراق أهل السنة كما يقول بدون ترك بصمات. ولا ننسى هو الذي قال عن أهل الموصل هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد وما خفي كان أعظم. طبعا 30% كما أشرنا يعني من استثمار الجزيرة السياحية في الموصل للعصائب، لميليشيا العصائب، ويعني مشاركين الجماعة بالاستثمارات هناك. رسالة يقول السلام عليكم أخي، هذه فاجعة مؤلمة يندى لها الجبين، وعلى أهل الضحايا عليهم الخروج بمظاهرات تطالب بإعدام العاقوب والمسؤولين على المنتزه والمستثمر والساعدي، ومطالبة بإحالة كل المسؤولين إلى المحاكمة ومطالبته بإخراج الميليشيات والحشد من الموصل، وعلى أهل الموصل عدم الذهاب إلى هذا المنتزه بتاتا. طبعا البارحة يعني من الأمور المضحكة المبكية كما يقال، يعني والله مجلس محافظة نينوى عقد اجتماع وقرر تغيير اسم الجزيرة السياحية إلى جزيرة الشهداء. يعني هو هذا اللي قدرتوا عليه؟ هو هذا اللي قدرتوا عليه؟ والله والله عيب والله العظيم. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهل بيك. والله أنتم مبدعين، تشيلون آلام العراقيين والله. الله يسلمك، هذا واجبنا والله. يعني أبو علي شحكي ما تقول لي شحكي، إذا ما يعرفون يديرون أي شيء. وبعدين أنتوا وين كنتوا هسه قمت تجون؟ نعم. وتسوون لكم دعاية مثل ما تفضلت. أنا في أحد البلدان كنت أعبر نهر، وكان ويانا فتشاط قال له شوف هاي هويتي سباح عالمي، قال له أني وظيفتي إنه لازم تلزم النجادة، تلبس نجادة. قال له ما أصعد، قال له إذا ما تلبس لا تصعد. نعم. فإحنا ربعنا ما أدري شلون يديرون دولة إذا هي جزيرة وعيات، ما كنا عندنا نظام، ما عندنا إيش يصير نظام. وين ما حلت الميليشيات حل الخراب والدمار والقتل والآلام. وأنا أحب يعني اللهم بحقي عزته وجلاله أن يلهم اللي أهل
اللي غرقوا واصطبر ويترحم على شهدائهم وشاف جرحاهم. وانا اريد من الاخوه اللي صاحبين العزاء والموصلين الابطال ان يسوون تمثال لهذا الشاب اللي يظل يطلع غرقه الى ان مات. الله يرحمه ويعوض الجنه يا رب. عثمان العبيدي لما حادثه جسر الائمه سوى له تمثال وما خلوه ما اعرف شلون. فاستاذ عمر احنا مأساتنا كل العمل العمليه السياسيه، يعني هذا الجرثوم ما دام استمرار موجود بالحكومه ذولا هم ودستورهم اذا ما يقلعون العراق استمرار. زين ابو علي جايهم اشعار قبل 3 ايام من وزاره الموارد المائيه قالهم منسوب المياه راح يرتفع، نجادات ما يطون للشخص اللي صعد بالعباره، ما موقفين فرق انقاذ مختصه انه واحد يوقع واحد يغرق، كل شيء ماكو. ما تقول لي شنو هاي الحكومه الخاطر الله شنو ذولا يعني صفر، حتى صفر ما يقرا الضمير عندهم. هسه اذا تجيب جيش ما الضمير حتى صفر ما يقرا. استاذ عمر الانسان العراقي وعلى التحديد بالخصوص اسمعك ابو علاوي اسمعك بالخصوص اهل الموصل اثبتت الايام ما له احترام ما له اعتبار، يعني هاي مدروسه والله مدروسه مثل ما قالت الاخت ام عبد الله، هاي مدروسه يفكر ايش قد يخلي بجيب البشر لا شيء، يعني خلي يموت العتب علينا احنا. وانا اقول والله في كل ما يعني يملي على قبل كل من ايت هاي الدوله وكل من راح انتخبها وكل من يعني قال افضل دستور وانتخبوا نعم من ذاك الاساس كلهم يتحملون الذمه والله كلهم يتحملون الخطايا امام الله وباكر يتحملون المسؤوليه. فهاي نعم. هاي مشكله ذيك الايام كانت مال الكنادة 450 وقبلها الصدريه وقبلها جسر الائمه واليوم هاي والموصل لحد الان المساكين الجثامين مالتهم تحت التراب. نعم. والناس قاعد تشتكي كل الناس على هذا العالم قاعد تشتكي من عنده وكانه شيء لم يكن. البشر العراقي جاي يموت وكانه شيء لا يذكر. ليش؟ لان مدعوم من الميليشيات. نعم. هي بس هاي الامراض السرطانات النسيج الاجتماعي اللي تدمر القوه العراقيه راحت بيناتهم شيء كل شيء. شنو حصلنا من هاي الدوله؟ احنا ليش ننام على مصيبه ونستيقظ على مصيبه؟ الى متى؟ يعني انتم مفكرين انه ايش يحكمكم يا عراقيين؟ يعني شلون الى متى احنا نبقى هذا الشيء؟ وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ابو علي من كربلاء. كان معنا اتصال ابو حسن من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بك. الله يحفظك يا أبي. الله يسلمك. أنت ما تقول هذا يعني كان بالمنصات التظاهرات هذا جرحوه هو ليش واحد بالمتظاهرين أو بالقادة؟ نعم. شنو يكافئوه؟ هذا صار جاسوس عندهم. نعم. وما شوفه يضحك ولا مهتم، هذا تلقيه جاسوس عندهم وعرف على المتظاهرين. أيه. وكان 100% سبب قتل وايد من المتظاهرين. يا اخي هم هذول سفله ومنحطين الى ابعد مدى، يعني لا دين ولا ديانه. يجب يا عراقي. انا اشكرك ابو حسن من بغداد. انقطع الاتصال. يقول علي البرزنشي نسال انفسنا هذا السؤال، لماذا تدير ميليشيا العصائب الجزيره السياحيه في الموصل؟ ما هي علاقتهم بالسياحه؟ بالفعل لماذا سمح المحافظ بهذا؟ لماذا خصص رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اقل ميزانيه لمحافظه نينوى؟ هذه مؤامرة لتصفية أهل الموصل كما يقول، لأنها أخرجت أعظم الضباط القادة الذين حاربوا إيران، وهذا حقد إيراني على أهل الموصل كما يقول بالذات، وهذه جريمة قتل تمت بسبب الإصرار والترصد كجريمة سبايكر. الذي يجب أن يحصل هو أن يتحد الشعب شيعة وسنة ليسقط هذه العملية السياسية كلها، وبقوة السلاح أمريكا وإيران والميليشيات لن يستطيعوا إيقاف قوة الشعب. نعم. يقول السلام عليكم، تحياتي لك أخي العزيز عمر والبقاء لله، الله يتقبلهم آمين يا رب العالمين ويحتسبهم عند الشهداء. أخي العزيز الخلل مو بس
بمحافظ بالمحافظ إقالته وغيرها أخي، محاسبة شديدة ومحاكمة عادلة لكل المسؤولين في الموصل حتى قائد الشرطة ومدير الشرطة النهرية، وأقول رئيس الوزراء هسه مو وقت تسافر لمصر، البلد مشتعل. تحياتي لك أصيل البغدادي. معنا اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك أخ عمر المشاهدين. حياك الله يا أهل بيك، أهلا وسهلا. طال عمرك خطبة الجمعة أنت طال عمرك ما تطرق له هذا الخارصي، قال الفساد الحكومي، والفساد الحكومي زين ليش ما تنزل الشعب إلى الشارع، تدعو إلى الشعب بالمظاهرات إلى الشارع للفساد الحكومي ضد الشعب العراقي الحكومة بما هي طائفية. وشكرا، يعطيك العافية. شكرا أبو راشد من عمان كان معنا. والله يعني صراحة الكلام يتوقف، والله فاجعة يتألم لها القلب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل القتلى وأن يجعلهم مع الشهداء والصديقين والصالحين، وأن يشافي الجرحى، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. وإن شاء الله يا رب ندعو من الله عز وجل أن تكون هذه يعني خاتمة الأحزان، خاصة لأهلنا في الموصل، لأن عانوا ما عانوا من كوارث وما زالوا يعانون. يعني ما زال هناك مئات الآلاف من النازحين من أهل الموصل خارج مدنهم بسبب أن المدينة مهدمة، وأن الحكومة لم تقم ببناء هذه المدينة. يعني كأنه العمل مو كأنه يبدو بالفعل أنه عمل متعمد لإبقاء هذه المدينة مهدمة. وحتى احنا شفنا الميزانيات، نينوى من ضمن أقل المحافظات يعني تم تخصيص لها أموال، من أقل المحافظات اللي تم تخصيص لها أموال محافظة نينوى. لم تقم الحكومة ببناء أي شيء في الموصل، لم تقم الحكومة بجهود فعلية بإخراج الجثث من تحت أنقاض الموصل. اللي شفناه من جهود ذاتية من المدنيين بإخراج بعض الغرقى من النساء والأطفال في حادثة العبارة، نفس اللي شفناه ونشوفه بجهود مدنية إخراج الجثث من تحت أنقاض خاصة في الساحل الأيمن وفي المدينة القديمة في مدينة الموصل. نفس الشيء، جهود مدنية في إخراج الجثث من تحت الأنقاض وإخراج الغرقى من النهر وفي حادثة العبارة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.